مع العزل الصحي يكثر استخدام الإنترنت في المنزل، وبالتالي مع الضغط تضعف الإشارة ويصبح استخدام الإنترنت بطيئا. فما الطرق والوسائل الفعالة لتقوية الإشارة في المنزل وجعلها تصل إلى مختلف أرجاء المنزل؟ هذا يبدو راح يكون سؤال المليون. للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من جد الخبير التقني عبد الله السبع. أهلا بك عبد الله، صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا هلا عبد الله، شلون نوصل يا عبد الله؟ تعبنا. أنا مركب راوترين بالبيت ترى. طيب. أنا دايما غرفة النوم ما فيهاش إنترنت، بس خليني أسألك عن نقطة عبد الله، يعني يمكن دلوقتي بنستخدم الإنترنت بشكل كبير جدا مع الحظر والعمل عن بعد وتعليم أيضا عن بعد، فكل العيلة والأسرة بيستخدموا يعني الإنترنت بشكل كبير. موضوع ان استخدام كل العيله للانترنت بشكل كبير اثر بشكل كبير على سرعه الانترنت حول العالم. تخيلوا بدايه جائحه كورونا، برامج كثيره توقفت، شغلات كثيره ما كنا نقدر نستخدمها. نتفليكس ويوتيوب حاليا قللوا دقه الفيديو اللي انت تقدر تشوفها، فحاليا الغوا مثلا دقه الفول اتش دي على اساس انها تستهلك الانترنت بشكل كبير. فهذه من الشغلات اللي سووها حتى يقننون من استخدام الناس الانترنت او يساعدوننا ان نستخدم الانترنت ولا نستهلك شيء كبير منه. طيب وش اللي صاير عندنا؟ وش المشاكل اللي صايره عندنا حاليا؟ اكثر مشكله صايره عندنا الحواجز اللي موجوده عندنا في المنازل. الحواجز اللي موجوده عندنا في المنازل للاسف تخلي اشاره الانترنت ما توصل لكل مكان، او عشان اكون دقيق مره، اشاره الواي فاي ما توصل لكل مكان في المنزل. عدم وصول اشاره الواي فاي لكل مكان في المنزل يخلي استخدام الانترنت شوي صعب. فمثلا انت تقدر تستخدم الانترنت في الصاله لكن ما تقدر تستخدمه في المجلس، او ما تقدر تستخدمه في غرفه النوم وغيرها من المشاكل، وهذا بسبب العوادل اللي موجوده عندنا في المنزل. هذا يهددنا ويسبب لنا مشاكل جدا كثيره. في حلول؟ اي في حلول، عندنا عده طرق احنا نقدر نستخدمها عشان نقوي اشاره الانترنت عندنا في البيت. مثلا مقويات الواي فاي اللي احنا نستخدمها، مقويات الواي فاي كويسه جميله وتعطينا شيء كويس، لكن مدى مقويات الواي فاي اقل بكثير من الخدمات الثانيه او المنتجات الثانيه اللي راح تساعدنا في ايصال اشاره الواي فاي الى كل مكان في المنزل. فلذلك مقويات الواي فاي سعرها مناسب، أداها مو مرة كويس لكنها تغطي لك جزء كبير من المنزل. في تقنية مرة كويسة اللي هي الباور لاين. الباور لاين مش فكرتها بشكل بسيط، فكرتها أنه أنت من خلالها راح تقدر تنقل إشارة الواي فاي في أسلاك الكهرباء اللي موجودة عندك في البيت. فتخيل أنه مثلا المودم عندك، المودم الأساسي حق الإنترنت في المجلس، فتحط لك الباور لاين الأول في اي فيش كهرباء عندك في المجلس وتوصل الانترنت فيه، اشاره الانترنت راح تكون موجوده عندك في الكهرباء في اي مكان. كل اللي عليك انه انت تاخذ الباور لاين الثاني تحطه في اي مكان عندك في البيت، بعدها اشاره الواي فاي راح تطلع في اي غرفه. الباور لاين راح يعطيك اشاره الانترنت داخل الكهرباء لكن تحتاج بنفس القوه علشان تعطيك الاشاره في اي غرفه انت موجود فيها. بنفس القوة عبد الله ولا تختلف؟ يعني الحين لما نتكلم عن العوازل هذه سببها انه منطقة الخليج مثلا الجو حار فعندك عوازل، البناء الحديث وقوة البيت العواميد وغيره عوازل ايضا، هذه كلها يعني في الطابق الواحد ربما تختلف، وحتى في البيت في الطابقين شلون راح نحل هذا الموضوع؟ الباور لاين يعطيك جوده كويسه، يعطيك قوه كويسه، سعره مناسب، ما يحتاج تمدد عندك في البيت. لكن اذا انت عندك في البيت ممدد اسلاك كات 6 اللي هي الاسلاك حقت الايثرنت اللي موجوده عندك في الجدران، افضل خيار لك هي المقويات السلكيه. المقويات السلكيه من تجارب كثيره افضل خيار لايصال اشاره الانترنت لكل مكان عندك في البيت. فلو استخدمت مقويات او اسلاك الايثرنت عندك مودم واحد، خلاص راح ترتاح ويكون عندك اشاره الانترنت موجوده وبسرعه ثابته جدا، عكس مقويات الواي فاي. مقويات الواي فاي ما تعطيك اشاره ثابته، ما تعطيك سرعه ثابته نهائيا. الباور لاين يعطيك سرعه كويسه لكنه محبي الالعاب ما راح يفعلهم بشكل كبير لانه البينج راح يكون عالي، فاستجابه السيرفر راح تكون شوي متاخره، لكن بالنسبه لنا احنا المستخدمين العاديين الباور لاين راح يفيدنا
او الاسلاك الكات 6 اللي اساسا اوريدي لازم تكون انت ممددها. لو ما مددتها للاسف راح تضطر انك انت تمدد اسلاك حتى تستفيد من هذه التقنيه او تعتمد على الباور لاين. طيب يعني ليه عبد الله سريعا في اقل من 30 ثانيه المقويات السلكيه تعتبر اقوى من مقويات الواي فاي؟ لأن المقويات السلكيه تعطيك اشاره ثابته، تعطيك سرعه ثابته عكس مقويات الواي فاي. مقويات الواي فاي اذا انت مثلا حطيت ثلاث مقويات عندك في البيت، كل اشاره تروح للاشاره الثانيه راح تكون اقل، فمستحيل توصل لك السرعه كامله في اخر مقوي موجود عندك. عبد الله بكلمه ايه او لا يعني القياس السرعه هذه الابلكيشن او التطبيقات دقيقه ولا مو دقيقه؟ مو دقيقة مرة. تعطيك شيء كويس مو دقيقة. يلا كثر الله خيرك، شكرا لعبد الله سبع الخبير التقني، كنت معنا من جدة، قواك الله.